السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. جمعتكم مباركة، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية، ونستعرض مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين، ونقرأ أيضا ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية. والبداية من صحيفة الجمهورية. العربي: الوحدة اليمنية منجز تاريخي. الحكومة في حالة انعقاد مستمر لمواجهة الأوضاع الراهنة. استشهاد 4 مواطنين في انفجار عبوة ناسفة بشبوة. اتفاق لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن. الفيتو: الروسي والصيني يمنع إحالة الأزمة السورية إلى الجنائية الدولية. صحيفة أخبار اليوم: شبوة: توتر بين العوالق والجيش بعد مقتل 4 مواطنين في ظروف غامضة. البكيري يحذر من فتح جبهة جديدة بتعز، ومدير الأمن: لا علم لي بتواجد القاعدة بالمحافظة. عمران: ميليشيات الحوثي تتوعد بإحراق المدينة وتقوم بقطع الطرق عقب مغادرة الرئاسية. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الصحوانت: قتيلان وثلاثة جرحى في اشتباكات بين مسلحين حوثيين وقيادي سابق في الجماعة. اللواء المقدشي يشيد بجاهزية 310 مدرع، ويؤكد عدم السماح لأي كان المساس بالأمن والاستقرار. الخبر: تعزيزات لمسلحي الحوثي في قهال ومنطقة سحب، واشتباكات مع الجيش في خمر، وسقوط قتلى وجرحى في صعدة. الدكتور بافضل: قرار سحب الثقة من الحكومة أخطر قرار لإجهاض المرحلة الانتقالية، والأفضل حل البرلمان والشورى. عدن أونلاين: المحافظ رشيد: رغم الجهود الجبارة يريد البعض تحسين تدهور 40 سنة في ظروف ليلة، ولن نسكت عن أي تقصير. رئيس سياسة إصلاح عدن: الصيغة الاتحادية جذرت الوحدة الوطنية، وعلى الجميع التنبه لعدم تكرار أخطاء الماضي. التغير نت: المقدشي يزور مصنع اسمنت عمران، ويشيد بيقظة المقاتلين في اللواء 310 وجاهزيتهم العالية، واللجنة الرئاسية تلوح باللجوء الى استخدام القوة. المصدر اونلاين: شبوة: الطيران الحربي يقصف مواقعا للقاعدة، بينها مخزن للاسلحة في الحوطة. مصدر محلي: الحوثيون يفجرون مسجدا و4 منازل بعد سيطرتهم على قرية في دمار. إلغاء بصمة الترحيل بحق اليمنيين الذين غادروا السعودية خلال فترة التصحيح. في الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. المدينة السعودية: اليمن 52 قتيلا حصيلة المواجهات بين الجيش والحوثيين. عكاظ السعودية: وزير الداخلية الترب: حربنا على الإرهاب مستمرة، وتعاون وثيق مع الرياض، واقتراح تمكين اليمنيين من العودة للعمل في المملكة بعد مغادرتهم لها في السابق. البيان الإماراتية: هادي: دعوا قيادة الجنوب للاندماج في العملية السياسية. الخليج الإماراتية: التوتر يخيم على عمران، والرئيس اليمني يشدد على استعادة التهدئة. الشرق الأوسط: الحكومة تشكل لجنة عاجلة لمعالجة الاختلالات الأمنية والمالية. العربي الجديد: كورونا شبح قاتل بالسعودية، رؤوف بجارتها اليمن. مقالات الرأي والتحليل نبدأها من صحيفة الجمهورية، والتي نشرت مقالة للكاتب مصطفى راجح تحت عنوان: وسيبقى نبض قلبي يمنيا.
أشار إلى عظمة الشعب اليمني في الحفاظ على الوحدة، مؤكدا أن الوقائع الكارثية التي تجاوزتها اليمن خلال السنوات الماضية لو واجهت دولة أخرى لتفتتت وانقسمت إلى دويلات، غير أن اليمن قدرة استثنائية على التحمل، وهذه حقيقة لا تقبل الجدل. اليمن حصية على الانهيار والتجزئة، رغم كل المعطيات الصادمة يترسخ هذا اليقين باليمن وقدرتها الاستثنائية الغامضة والساحرة على التماسك والبقاء، وكأنه يقين شبيه بحقائق الكون الثابتة. ومن غير اليمن بإمكانه أن يخالف نواميس المنطق ومسار التاريخ؟ أوليست هذه حقائق التاريخ المعاصر للعرب؟ لليمن قدرة استثنائية على التحمل، هذه حقيقة لا تقبل الجدل. لو أن المعطيات الواقعية الكارثية التي تجاوزتها اليمن خلال السنوات الماضية تواجه دولة أخرى لكفى نصفها للانهيار والتفتت. يجادل بعض المرتكسين بمسائل المواطنة والمساواة والحرية والكرامة لتبرير التجزئة والانفصال، وكأن مسار التفتت الكارثي يضمن كل هذه الأهداف الإنسانية العليا، غير أن ذاك مجرد أوهام وارتكاسات مرضية تعبر عن حالة يأس وانكسار لدى قائلها، وليست حقائق موضوعية تعبر عن الواقع المادي الملموس وضروراته. وما لا يأتي في ظل الوحدة لن يأتي في ظل التفتت والتجزؤة والاحتراب. جديد الوحدة اليمنية كان عنوان مقال للنائب والكاتب زيد الشامي نشرته صحيفة الصحوة، أشار إلى ما يجب على اليمنيين التحرر منه في العيد 24 للوحدة اليمنية، كونه مناسبة استثنائية جاءت بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني. الواجب اليوم أن نتحرر من هواجس الماضي القريب وآلامه، ونتخلص من الأخطاء التي تسببت في انتزاع الثقة من النفوس. فالوحدة قوة سياسية واقتصادية للجميع، وليست مصلحة لحزب أو جهة أو فئة. وحتى نعيد للوحدة ألقها وبهاءها، يجب أن لا نسمح بعودة الأخطاء وتراكمها مرة أخرى. وهنا تقع المسؤولية على الساسة والقادة والعلماء والمفكرين والإعلاميين ومؤسسة الدولة الثقافية والتربوية والتوجيهية لنشر ثقافة المحبة والتعايش والقبول بالآخر، وبيان فوائد الوحدة ومخاطر الافتراق والتشظي، والتوجه نحو العمل والبناء بدلا عن الصراع والمكيدات والحروب. ولن يتم ذلك إلا ببناء دولة المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمساواة، بعيدا عن الأهواء والمصالح الضيقة. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الباحث مجيب الحميدي وعلى صفحتي في الفيسبوك كتب عن الأساليب التي ينتهجها أعداء التغيير في الوطن العربي. نتابع. أعداء التغيير أكثر قوة وثراء من أنصار التغيير، وأكثر قدرة على توظيف الإعلام والمواقف الدولية في خدمة مصالحهم، وأكثر قدرة على التخطيط والمكر السياسي والتلاعب بالعقول والاستعانة بالتفكير العلمي وتوظيف الطاقات الإبداعية، وأكثر جرأة على الفجور في الخصومة والكيد للخصوم والقتل وتوظيف العنف والفوضى والتخريب والاغتيالات وتنفيذ السياسات العقابية على الملايين. وهم أكثر قدرة على توظيف الفقراء والبائسين وجميع ضحايا سياساتهم لتضييق الخناق على مشروع التغيير وتشويه أنصاره واختراق صفوفه، لإشاعة الدسائس وتعميق الخلافات وصناعة الفزاعات وتدمير ثقافة التعايش السلمي. ورغم كل هذه القوة، فإن نقطة ضعفهم القاصمة أنهم يسيرون في عكس اتجاه حركة التاريخ للحفاظ على مصالحهم غير المشروعة، ولهذا لا يستطيعون الصمود أمام كتلة إنسانية بسيطة من المناضلين، ويعيشون في حالة من الرعب والذعر والقلق. كل ما تحتاج إليه كتلة التغيير الوعي بأهدافها والوعي بأهداف أعداء التغيير، لتتلمس خطواتها النضالية بتفكر عميق وتجرد من التحيزات الصغيرة الأيديولوجية والمذهبية والشخصية. الإرهاب الحوثي وخذلان الجيش من قبل بعض الصحفيين كان موضوع الكاتب والصحفي محمود ياسين على صفحته في الفيسبوك. نتابع.
ربما يكون القرف وحده ما يبقى الآن، وأنت تحدق في التواطؤ الرخيص مع الميليشيا الحوثية على مداخل عمران. كان الجندي يقاتل القاعدة مشمولا بحبنا، وذلك التواجد الوطني بين بيادة الجندي وقلم الكاتب في مواجهة إرهاب القاعدة، وإذ يسقط تتلقفه أرواحنا تتشمم في دمه الشرف والحماية والعزة. الآن وكأنه لم يعد جيشنا، ولم تعد مهمة البعض مقتصرة على الصمت المخزي أو التواطؤ، إذ استعاد البعض ذلك المزاج المنافق، وهو يسعى لمنح الجندي بطاقة إصلاحية ومهمة حزبية يجرده فيها من آخر دروعه. أي ميليشيا ترفع سلاحها في وجه الدولة والجيش يجب أن تتعرض لضربة عنيفة بذراع اليمن. الجيش الذي لا يمكننا تمييز مهماته الوطنية وتفصيلها وفقا لحاجة بعض الأطراف لانتقاء مهام طائفية تدفع الجيش للقيام بها ضمن تحديد جديد لوظيفة الدولة انتقائيا. الآن يتذكر الجندي أطفاله وراتبه الضئيل، ويسمع صرخة أمه قادمة من قلب عتمة اليمن وهو يحتضر. ما أشنع خيانة هذا الجندي بأقلام التفاهة، وهو الذي سقط ليبقي لنا بعضا من الكرامة. لن ينتصر البدائيون، مسألة وقت. الصحفي والكاتب والصحفي صادق ناشر على صفحتي في الفيسبوك كتب عن ضرورة مناصرة الجيش ضد الجماعة الإرهابية الحوثية في الشمال وأيضا عناصر الإرهاب في الجنوب. انصروا الجيش واتركوا الفذلكة السياسية الغبية من خلال تصنيف بعض وحداته بأنها مؤيدة للإخوان المسلمين. فإذا سلمنا بمنطق الاتهامات التي يسوقها المؤتمر والحوثيون لما يحدث اليوم في عمران من أن حميد القشيبي يمثل الإخوان المسلمين في الجيش، فذلك يعني أن هناك ممثلين في الجيش للمؤتمر الشعبي والحوثيين. لا تعميكم الخلافات السياسية فتعملون من حيث لا تعلمون على تفكيك الجيش والتشكيك بهويته وانتمائه لليمن كله. انتصروا لليمن أولا، وارفعوا أيديكم عن الجيش واجعلوه رمزا للجميع. الصحفي علوي الباشا عبر تغريدة له على صفحته في تويتر كشف عن سبب عدم تفاؤله بما يحدث في اليمن. نتابع. لست متفائلا بما يحدث في اليمن لسبب بسيط، هو أن العقلية العسكرية القديمة، عقلية الإدارة بالأزمة، لا زالت هي الصانع الحقيقي للأحداث والتسويات. الخبير الاستراتيجي العسكري في الكويت ناصر الدويلة وعضو مجلس الأمة الكويتي عبر تغريدة له على صفحته في تويتر كشف عن الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة في ظل الانقسام العربي. الوطن العربي ممزق، وآلامه مثخنة بالجراح، والخليج منقسم، وعدو الله يصول ويجول، ولا حياة لمن تنادي، فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. بإمكانكم مشاهدينا الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة، ومتابعة حلقات البرنامج على صفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الإنترنت سهيل.net، وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله.